تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا بوابتك نحو الابتكار والتجارة. وتأتي أهمية المؤتمر في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الأفريقية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا 2023 بعنوان بوابتك نحو الابتكار والتجارة خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل بالقاهرة. مشاركة وشراكة من خلال مصر كدولة إفريقية تمتلك الكثير من الخبرات والكثير من القدرات، بنقول للعالم إن احنا عندنا مؤتمر يستحق أن يكون على مستوى المؤتمرات العالمية وأن يذكر في أجندة المؤتمرات العالمية. بنقول لإخواننا وأشقائنا في أفريقيا، أنتم مش محتاجين تسافروا إلى أوروبا للوصول أو إلى أمريكا أو إلى غيرها من الدول للوصول إلى المعرفة بما يتعلق بأحدث التكنولوجيات والتسهيلات في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية. قطاع الدواء والتكنولوجيا الطبية هو أحد القطاعات الهامة جدا للدولة المصرية، والدولة المصرية حاليا بتسعى إلى توطين العديد والعديد من التكنولوجيا والأدوية في جمهورية مصر العربية، وبتسعى أيضا لاستقطاب كافة المستثمرين في هذا المجال من كافة الدول. أعتقد أن هذا المؤتمر بيستعيد بشكل كبير جدا الريادة المصرية في قطاع الدواء والتكنولوجيا الطبية. طبعا السنة اللي فاتت كان قرابة 50,000 مشارك ووفود كانت موجودة من مختلف الدول الأفريقية، وأيضا وفود كانت موجودة من عدد من المنظمات الصحية الدولية. تأتي أهمية المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الإفريقية. المؤتمر ده مهم جدا لأنه إحنا هدفنا كله الأساسي هو التكامل مع الدول الأفريقية. في سيادة الرئيس وضع هدف وتارجت ان احنا نصل بصادراتنا الى 100 مليار دولار. القطاع الدوائي بيمثل جزء مهم فيها والمستلزمات، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نسعى الى دعم هذا الاتجاه ونحققه، خاصة صناعة دواء واعدة. والحمد لله احنا عندنا مصانع شامخة بتغطي ما يزيد عن 5% من الانتاج المحلي وتمتع بجودة عالية جدا. نقصنا طبعا ان احنا نفتح مجالات تسويقية، وهذا المعرض بيتاح لنا فرصة ان التعارف على الدول وزيارات الدول من جهات رسمية وحكومية لهذا المعرض ينتج عنه تقارب ما بين احتياجات هذه الدول. احنا من الاول نسخة للمعرض الحقيقة كان ليه فيدباك إيجابي علينا كلنا، لأنه بنتواجد فيه وبنقابل الوكلاء بتوعنا، وكمان اكتسبنا بعض العملاء الجداد وابتدينا نوقع بعض الاتفاقيات التوريد والحاجات دي كلها، فكان فرصة لينا إن احنا نزود النشاط ونزود العملاء، وكمان الدنيا كلها تعرف قد إيه الدواء المصري بالجودة والكفاءة اللي تساعد، إلى جانب طبعا السعر المناسب. يمثل المؤتمر والمعرض فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية، مع حرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة به لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي في إفريقيا.